يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم صلاة من صلى ثم فرغ من صلاته وبعد الصلاة وجد بقعة قدر الظفر عليها صمغ لم يصل الماء إلى الجلد في هذه البقعة، فهل عليه شيء؟ نعم، لابد من إزالة الحائل وإعادة الوضوء ثم إعادة الصلاة، لأنه بقي شيء من أعضاء الوضوء لم يصل إليها الماء فلم يصح وضوءه. نعم.